السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال. في واحدة حبيبتي كانت قالت لي عايزة الحمام بتاعي ومش عارفة ايه الخطوات اللي اتبعها لما اجي انقل الحمام، وهل لو نقلت الحمام لو تحت زغاليل بالشكل ده هيأكل الزغاليل وهيدفيها وهينام عليها، او حتى لو الزغاليل اكبر من كده ممكن يأكلها؟ وبرضو لو نقلته وهو معاه البيض هل هيهتم بالبيض ده وينام عليه ويطلعه، ولا يعني هيسيب الحاجات دي كلها، يسيب البيض وهيسيب الزغاليل ومش هيهتم بأي حاجة؟ تابعوني لآخر الفيديو هجاوبكم إن شاء الله على كل الأسئلة دي. هحاول ألم كل الأسئلة دي وكل الأسئلة بتدور على دماغكم لما تيجوا تنقلوا الحمام من مكانه. إيه الخطوات اللي إحنا بنعملها، وإيه الفيتامينات والحاجات اللي إحنا المفروض نديها له قبل ما ننقله وبعد كمان ما ننقله؟ بصوا، كنتوا طلبتوا مني في الفيديو اللي فات أوريكم الحمامة اللي كانت نايمة في الأرض أهي. بسم الله ما شاء الله، أهي خلاص أهي هديت وربنا هداها ونامت في الأرض. طبعا ما حطلهاش الطاجن، طبعا انتوا زي ما شفتوا الفيديو اللي فات ما رضتش تنام على الطاجن نهائيا، فاضطريت أحط لها البيض في الأرض واضطريت إن أنا أحط حوالين منه الطوب بالشكل ده. ودي بقى بصوا الحمامة اللي هي كانت اللي قلت لكم هوريكم برضو الفيديو اللي جاي. الحمامة دي نامت على البيض ولا لا؟ نامت عليه الحمد لله ودفته، والبيض كمان عرق الحمد لله. وعلى فكرة برضو الحمامة اللي في الأرض البيض بتاعها عرق، يعني واخد وفي التخصيب الحمد لله في الجنين بمعنى أصح. تمام كده. طيب ايه بقى الخطوات اللي احنا نعملها قبل ما ننقل الحمام؟ يا ريت بس في الاول كده صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الاولين والاخرين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الى يوم الدين. يا ريت بقى تعملوا لايك، ولو مش مشتركين يشرفني ويسعدني اشتراككم معايا. اشتركوا وفعلوا جرس، وفعلوا اول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مننا فيديوهاتنا الجديده. ان شاء الله فيديوهاتنا الجديده تبقى قويه جدا ومحضره لكم مفاجاه قويه جدا جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. اي حد حابب يبدا مشروع حمام وحابب يكبر مشروع الحمام يستعد كده الفتره اللي جايه ان شاء الله في فيديوهات قويه، وهنبدا من الف ب حمام. هنبدا بصوا من تحت الصفر كده، هنبدا من اول انشاء الاوضه بتاعه الحمام ازاي هننشئها ونعملها ونعمل السقف بتاعها وكل حاجه. جهزوا نفسكم، جهزوا العده بتاعتكم كده، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتبقى قويه جدا جدا. طيب اول حاجه اعملها قبل ما انقل الحمام اكون مجهزه للحمام المكان او السكن اللي هو هنقله ليه الجديد، يعني بمعنى اصح هجهزه ازاي. هعلق فاصي، لو انا مثلا هربي في قفاص زي ما انا مربيه كده او عامله كده. وحبيبتي اللي كانت قالت لي انت معلقه الاقفاص ازاي؟ المعلقه الاقفاص دي بمسامير حرف ال، عامله الخرمه الحيطه على قد القفص اي يعني مكان القفص، وعاملاه بالشنيور وحاطه له المسامير اللي هي حرف ال، بتبقى بنطة 8 تقريبا، 8 افضل، افضل من 6 بكتير، لان 6 بحسها بتبقى خفيفه. تمام. المهم طبعا انا كنت عملت الفيديو ده معاكم قبل كده في القناه، ارجعوا برضو للفيديو وشوفوه. طيب جهزنا المكان، علقنا الاقفاص، عملنا السقف بتاع الحمام وعملنا كل حاجه، الارض والتطهير، اطهر المكان كله، سقف وارض وحيطان، تطهير كويس جدا. وهنرشه طبعا المكونين اللي كنت قلت لكم عليهم قبل كده، اللي هو الاسطر بتاع الدبان والناموس، علشان طبعا ما يبقاش المكان فيه لا دبان ولا فيه ناموس وينقل لنا ايه بقى جدري وكلام الكلام ده كله، الحاجات دي كلها احنا في غنى عنها. شوفوا بقى الاقفاص اللي انا معلقاها، بصوا يعني ما شاء الله لما زودت الكميه بقت كميه كتيره جدا الحمد لله. تاني حاجه لاستر اللي هو بتاع النمل والصراصير، برضو علشان نتجنب الهموش والزريق والبق وال اسمه ايه ده والسوس بتاع الريش، كل الحاجات دي هتختفي عندكم بامر الله. فلازم نكون مجهزين المكان ورشينه ومعقمينه ومظبطينه، وبعد كده بقى نبتدي ننقل الحمام. قبل برضو ما هننقل الحمام بقى الخطوات اللي احنا هنعملها مع الحمام نفسه، احنا كده خلصنا الحاجات اللي احنا هنعملها ايه في الاوضه. الحاجات اللي احنا هنعملها مع الحمام نفسه يا جماعه، اول حاجه بنبتدي ندي الحمام جرعه فيتامينات. جرعه فيتامينات ايه؟ كنت برضو اتكلمت معاكم من كام فيديو كده تقريبا عن الفيتامينات اللي انا بحطها للحمام. هندي للحمام اولا الف دال 3 اهي من الفيتامينات الممتازه ممتازه ممتازه ولا غنى عنها. بصوا
لجميع المشاكل اللي بتقابلكم في الأجنة، تشوه الأجنة، والبيض بيطلع رايق، الجنين بيموت جوه البيض، المشاكل دي كلها ألف دال تلاتة هي من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي اتكلمت باستفاضة عنه في فيديوهات كتير قبل كده. تمام. تاني حاجة سيلينيوم. سيلينيوم طبعا احنا عارفين فوائده لا تعد ولا تحصى في التخصيب سواء للذكر او للنتاية، كمان بيرفع من كفاءة الجهاز المناعي وبيخليه يتصدى لاغلب الامراض، وده اللي احنا عايزينه. تمام. ثالث حاجه الاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه طبعا بتبقى مهمه جدا جدا لصحه الحلق، وكنت اتكلمت في الفيديو يعني من كام فيديو كده عن الثلاث فيتامينات دول باستفاضه، ارجعوا للفيديو وشوفوه بجد هتستفادوا جدا من الفيديو. طيب هنحطهم قد ايه قبل ما ننقل الحمام؟ قبل ما ننقل الحمام بثلاث اربع ايام كده نبتدي نحط يعني الفيتامينات دي. يعني الصبح مثلا هحط ألف دال تلاتة اهي، اخر النهار هحط سيلينيوم، تاني يوم احط املاح معدنية، اخر اليوم احط ألف دال تلاتة اهي، وهكذا. هنستمر على الموضوع ده حوالي 3-4 ايام، وبعد كده ابتدي انقل الحمام، وبعد ما انقل الحمام برضو 3-4 ايام اكمل الجرعة بتاعت الفيتامينات نفس الشيء. ومع الحاجات دي طبعا اللي احنا بنحطها في المي، الفيتامينات اللي احنا بنحطها في المي، ما ننساش الكلفة المتوازنة يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم، عشان والله بتجيلي اسئلة كتير الفترة دي بجد. ان الحمام في ناس كتير بتقول الحمام قطع بيض، الحمام ما بنشوفش منه بيض خالص، بياكل على الفاضي. الاسئله دي كلها حلها الحاجات اللي انا بقول لكم عليها، والله بمنتهى السهوله هتبصوا تلاقوا عندكم الخير كتير وغزير، ومش عارفين تودوه فين بجد والله. بس اهتموا بالله عليكم، حطوا الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي، حطوا بذور، ما تستخسروش في الحمام، هاتوا سمسم وهاتوا حبه البركه، الحاجات دي بترفع كفاءه جهاز المناعه وبتخلي جهاز المناعه يشتغل بشكل كويس جدا. انسوا اي امراض عندكم. السمسم، السمسم مفيد جدا جدا، مليان بالكالسيوم وسيلينيوم طبيعي، فالحاجات البسيطه دي بجد بتفرق جدا في صحه الحمام، وبتفرق في الانتاج عند الحمام. التغذيه المتوازنه، التغذيه انا بفضل اقول كتير وصوتي بيتنبه من كتر ما بقول لكم التغذيه، الاكل، اهتموا بالاكل يا جماعه. الحمام لا ياكل العلف، الحمام اكله حبوب وبس، سيبوا الطيور تاكل زي ما ربنا خلقها يا جماعه، بلاش العلف ونقول عشان يزود وزن الزغاليل. طب ما احنا معانا حاجه بديله، وحاجه جميله جدا بديل العلف، بديل العلف وعن تجربه وعن ثقه في الله، يعني بصوا حاجه كده فرقت عندي تماما، يعني قولوا كده فرق 180 درجه، وبجد لما باخد فتره مش بجيبها بحس بيبقى الفرق واضح، يعني في كل حاجه، في الزغاليل وفي كل حاجه وفي الانتاج وفي كل حاجه، هقول لكم عليها ان شاء الله الفيديو اللي جاي. بس لو مش مشتركين انزلوا اشتركوا علشان يجي لكم اشعار بالفيديو اللي جاي، وما تنسوش تفعلوا الجرس بتاع الكل علشان يوصلكم الاشعار. ان شاء الله برضو هوريكم الانتاج عندي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، هوريكم الانتاج ومش هخبي برضو عنكم اي حاجه خالص. تمام كده. طيب اتكلمنا دلوقتي في نقطتين مهمين. اول حاجه طبعا جهزنا الاوضه وظبطناها ورشينا وعقمنا وجهزنا الفص بتاعتنا وكل حاجه وعلقناها وكل حاجه. تمام. بعد كده ادينا للحمام الفيتامينات، بعد كده طبعا الفيتامينات قبل وبعد زي ما قلنا. تالت حاجه بقى بنعملها يا جماعه، ودي تعتبر اهم حاجه، لو الحمام عنده انتاج سواء بقى زغليل او بيض هنعمل ايه في الحاله دي؟ هل هننقله بالزغليل بتاعته او بالبيض بتاعه؟ هنشوف دلوقتي. لو الحمام عنده زغليل سيبوا الحمام لحد ما يربي الزغاليل، لو شلتوا الزغاليل من مكانها او شلتوا الحمام من مكانه الحمام مش هياكل الزغاليل. ممكن في الحاله دي لو انتم مستعجلين وعايزين تنقلوا الحمام شيلوه والزغاليل، يبقى تاكلوا الزغاليل يدوي وتربوها يدوي، بس انا افضل ان الحمام هو اللي يربي زغاليله، لان دلوقتي زي ما انتم عارفين الجو برد، الجو يعني اليومين دول شتاء والجو برد جدا، لو في الصيف الموضوع هيبقى اسهل بكتير، لكن في البرد الزغاليل الصغيره بتحتاج تدفئه. لو انتوا بقى مستعجلين وممكن عندكم الامكانيات اللي تاهلكم انكم تدفوا الزغاليل، زي مثلا هتولعوا لهم لمضه مثلا، تحطهم في كرتونه كده وتبتدوا تولعوا لهم لمضه اللي هي اللمضه الصفراء بحيث ان هي تدفيهم، وفي نفس الوقت انتم بقى تبتدوا تاكلوهم يدوي، تمام مفيش اي مشاكل. لكن لو انتم ما عندكمش الامكانيات ومش هتقدروا تدفوا، عارفين نفسكم مش هتقدروا تدفوا الزغاليل، سيبوا الزغاليل مع الحمام لحد ما الحمام يكبر زغاليله، وبعد كده ايه ابقوا إيه
انقلوهم لما توصل مثلا لعمر الفطام او لعمر الذبيح، ابقوا ايه ابتدوا انقلوا ايه الحمام. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه البيض، لو الحمام تحته بيض ولقيتوا ان البيض، يعني لو انتم برضو مستعجلين ومش محتاجين البيض والبيض لسه مع الرقش بالدم، ركزوا في النقطه دي عشان ما تشيلوش ذنب البيض اللي انتم هترموه. البيض لسه مع الرقش بالدم، يعني لسه بمعنى اصح ما فيهوش جنين، الجنين ما تكونش فيه، خلاص تمام ما فيش اي مشاكل، ممكن تشيلوا البيض خالص وتنقلوا الحمام لو برضو مستعجلين. لو انتم بقى لو لقيتوا البيض عرق بالدم، معنى كده ان هو مخصب وان هو الجنين ابتدى يعني الروح نبضت فيه ابتدى ينبض كده، حرام انكم تشيلوا ذنب البيض اللي انتم هتشيلوه ايه من تحت الحمام، لان الحمام لو نقلته مش هينام على البيض نهائيا. وزي ما شفنا الفيديو اللي فات الحمامه ما رضتش تنام على البيض نهائيا، الفيديو اللي قبل اللي فات الحمامه ما رضتش تنام على البيض نهائيا، مجرد بس ان انا مش غيرت لها المكان، لا ده انا حطيت البيض في الطاجن، ففي حمام كده يعني. او ولكن انتم هتنقلوا من مكان لمكان، في الحمام مستحيل ينام على البيض، فخلوا بالكم من النقطه دي بالله عليكم وركزوا فيها كويس. تمام كده، وزي ما قلنا بقى ايه في موضوع الزعانف. تمام، ده كان بقى الثلاث نقط المهمين جدا جدا اللي لازم نعملهم او نراعيهم لما نيجي ننقل الحمام من مكان لمكان تاني. وان شاء الله هعمل معاكم كل الحاجات دي عملي بامر الله الفتره اللي جايه، زي ما بقول لكم فيديوهات قويه جدا، بس تابعوني ويا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس واعملوا شير للفيديو ده، لان الفيديو ده في ناس كتير بتدور عليه وفي ناس كتير بتبقى عايزه تنقل الحمام عندها ومش عارف ايه الخطوات اللي تعملها. اهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم الفيتامينات قبل وبعد، وتحطوا في الفتره دي كلها حبه البركه، ما تقطعوش حبه البركه والسمسم، حبه البركه من الحاجات الجميله جدا. طيب يا ريت بقى ما تنسنيش من لايك، واحبكم في الله، والسلام عليكم.